شو رقدتي؟ والله يا ابوكم يني مؤدب في الرقده، شبريه مكبرها، وهاي رقدتي هنيها في الطرف هذا. لا اله الا الله، والله ولا احتركت لا يمين ولا يسار، ختلتن وحده ابدا، لا مشاهد الطرف هذا. لا اله، تحران يا سحر ثيابي، حد بيشل اللولا، ومليون كبت ومليون شيء، وطعوين الثياب لازم اصففن هني كل على الارض. هاي طبيعه غير نمونه. اي والله تحرم حد راقد، ما شاء الله علي، والله اني هادي ما حد اهدى عني، بس عاده ما دام راقد هادي. اي من انا شعاده. استغفر الله العظيم. سلام عليكم بيت مرزوق. لا اله الا الله، رقود هاي حجره مرزوق، راقد مرزوق، راقد راقد راقد. اي والله لا اله الا الله، يهدوك كيف. شوف البحر ما زينك يا البحر. ويلس الحين اروح يبين كل الراقد ابوي بظهر خارب يرس في الليوان. حافظ على الزين، حافظ عليك يا ابو محمد تبارك الرحمن، ما شاء الله عليك. يا الله يا رب انك تخليني ما زيني. والله اليسر اروح اتشرح الخاطر. اي والله كم حد لنا روحي. هي بيلس روحي بيستوي علي، بياكل لي الارضي للجني ما سيون بيلس. شو ترى بيلس ما حب بيلس، بيلس روحي اكيد بيلس روحي. هي ما حد ولا رد رقد، كان برد ينبي عورني ابوكم الرقاد، والله ان عورني ينبي من الرقاد. هذه يسيل منا هاي منامة هلال، وهذه منامة مرزوق، وهذه هم حاطين عليها بليوت لان يدخل القطاع ولا شيات. لما نامت هلال اعلى مترين ارتفاع، هذه متر عن الارض. هناك وين كنت يا استوي؟ شفت البيبه هذيك البيضه اللي في النص ذاك اللي دار هناك؟ انا كنت جالس جيت الحين تليت الطرف هذا، جيت تفيزعت يعني منامت هلال، منامت هلال اعلى. بس اصبر لكم اربيكم البحر واربيكم العرب الناس ابوي. احب ادش البحر، اللي بيصيد واللي بيترزق الله واللي بيودم هله واللي بيذبح، يعني ناس ما شاء الله ما يدرى منو. هاي صاحبك ما شاء الله، الناس اليوم اغلب البيوت كلها جاي البحر، البحر طايح والجو جميل، فلذلك ابوي لي عند ابو هي اي انبسط وحين الله خير، اللي ويا ثريجه ولا ويا ربعه ولا ويا عياله ويا حرمته ولا امه ولا ابوه، يعني حلوه هالسير ولي ايه. اني التهيت ما التهيت، طالت عماركم يا سعيد بن محمد القبيسي اللي هو عم هلال، عم هلال بن محمد، هذا هو هاي سعيد بن محمد الاول. وين ساكنين؟ بقعة اسمها الأدعسة، بيتهم هم في الصير. في الصير منو يرانكم؟ بس اي مو حد غير بيتي. لا اله الا الله، لين عينهن لنج الأول عندهم؟ لنج شو اسمها؟ حياة خالق مخبرني عن الاسم، أنا نسيت والله ما أتذكر. الورشة 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 واللنج اسمها الورشة. زين أبو محمد ولا تقول لي الصيد الأول يوم يزيد وين تودونه؟ فلاليج بالله عليك. والله ونعلق. لا اليوم سكار ابو محمد، ابو محمد يوم سكار. اي اول يوم نسكر. نعم وايد انزين، مو الثلاجات تثرسون، الباقي ما يقدر، ما عندهم ثلج رخيص. انزين يعني رخيص يسوون الشريه، والفلاليج تشونها نغسلون البحر يعلقونها في الصيوان مال اللج. لا الغربي هذا
ايام بس عقب اسبوع 10 ايام يا ما زين الفلاني يتشوه. ايه والمالح هذا اللي بياح يسوون الشريح حقهم يسيرون العين يقيضون. حلاوه الحلاوه في ابو ظبي الاول لبس خدمة قراشية. ايه قراشية الحلوية هذا. ايه يسوونها هذه غادي زينة. زينة يأكلونها على ايام عيد وعاشورة وهذه ايه هذه ايه والله يحطونها بعضهم يسبقونها بالوان. ايه شيء وردي وردي وابيض وحمر خضر. ايه اي والله سبحان الله. اي حماتي ما حد يخدم الفلاليج. اي الفلوته هي الحويصله الفلوته عشان عسب العرب يعرفونها. ها ابو محمد ابو محمد بنخبر العرب شيل الفلوته في حد من العرب ما يعرف هالشيء. هي شرات المصير اه بين الراس بين الراس وتحت القنبله. هي تجيني عند يعني قبل تحت الراس بالضبط. انزين هاي يشلونها ويغسلونها يوم يكثر البياح رزيم حق رزيم حق رزيم حق يبسون بعضهم يسمونه شريح شريح ولا اللي هو ها والفلاليج يغسلونها بماي بحر ما بمحلو لا ماي بحر ويشتشونه مشج هي خيط ولا حبل ويعلقونه في الصاون ولا اللنج. انزين صاون ولا اللنج وياكلونه يابس يتقرب وهاي صوغة الصوغة اي والوحر والوحر يشبون يبسون مالح. ايوه جسيف جسيف زين الفقر الحين يحصل سبحان الله. ايه الفقر الاول وين تبقى بلاش لا اله الا الله. شوف انت يلا الحين قلص الفقر السمك كله قلص له يا الله مالتها يا ريال. هاي شوف الملح ابيض. هي وادي والله نحن ما ناكل الحمره. هاي قلت. هي والله. يسمونها شنين هو. شنين هو؟ الحمره يسمونها بالانجليزي سنبر. سنبر. هي. شنين هو نسميه شنين هو. اللي شبيهه الهامور لكن ما بهامور. في المناجم. هي هي هي. هاي سمكه مثلها في السعوديه وايد. هنا في السه. في جده؟ ايه شرات الشنينوه مثل الشنينوه بس اكبر وايد من احسن السمك عندهم في السعوديه. انا جد دوم اكلها والله يومها يوم تضرب يوم تصيد يعني وايد واغلى سمك عندهم سبحان الله. لا تقول لي ناجل 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 هي ناجل هي هي عيل حمراء هي صيحونها هي هي بالنسبة للفلاليج الفلاليج كل اللي يسمع بالفلوجة حد ما يعرف شو وظيفته في السمكة الفلوجة هل هي المعدة ولا شو ولا مصير ولا شو الفلوجة مثل الفلتر من السمكة. أيوة البياحة مثل الفلتر والفلوجة ما توجد إلا في البياحة إلا في البياحة سبحان الله. يظهر التراب اللي في داخل يظهر التراب هذا السر يرونه اها يعقونه ويحطون التراب في الشجر
ساري قايل قال ابوي انا اعلم جيل لا بد ولا عذر، ينجم الفير ما شاء الله عليه سيدنا محمد، ويتليه السيف كامل اول شيء يدخل ويتغبط ويجلس يسبح 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 لين تظهر الشمس مره، عقب يقبض السيفه يمشي من الطرف هذاك لين اخر الطرف لين بيوتهم هناك ها، ويصير طالع عباركم عقب يريح ويتريق عين من الله خير، هذا وقت الفطر. الحين في رمضان لا نفس الشيء لكن بلا يريق عادي يتريع على حينه كل دقيقة، ويعني سوي رياضة ما شاء الله عليه محافظ. سامحوني عاد التسجيل شوي فيه هو شو أسوي من قلة لا حيل هو سعيد بن محمد من النوادر تلقط متفيج ومفرز يعني تروم انك ترمس وياه تاخذ منه رمسة ولا معلومة ولا شيات ودعسها ليطريها دعسها في الصير الصير هذا الحين هذا الصير فوق عالي مرة على مد النظر هاي شو اللي بالي هناك تشوفونهن هايش الظلمة هايش الصير صير بن ياس وهم الأول هناك سكنتهم هناك هم بيتكم بمرشد والسم كان مكودة والخير مكود سبحان الله الحين كثر الصيد الجائر فلذلك خف السمك خف حاليا إلا يعني سبحان الله يعني هو رزق ونصيب. هذا ابوي جايب لنا هلال جايب اللي شورت حق البحر قال ابو شورتاتك من سنة دقيانوس وحين جايبين لك هذا شورت جديد ويابي بعد فاني اللي بعد من غير شكرا يا ابو محمد. شو فائدة الكذوب؟ الكذوب هو ملح الريال الكذب ملح الريال طبعا انزين ويسليك في الكذب ويسليك ويسولف عليك الحين الواحد الحين واحد بيروح معايا البحر ويسولف معاك لما توصل بيجيب لك سالفه من الشرق ومن الغرب وهذا ولا ما بيقصر هي والله وبالاغلب انكذب كذب مسلي كذب مسلي نعم هي والله انت ريال انا قبل في لندن هي دوم يخاوين يسير معايا انزين من يعمل انزين ما شو السوالف والله ما ودك حتى ما تمله ولك الثلثين هن كذب عاد كذب ولا غير انت خذ الزين شوف انت هي والله هاي الميزة يازت لي أعرف أبو محمد يا مرحبا أبو عبد الله مليون ولا يسد ببركة عيال قباس مرحبا ببركة القبيسات كلهم مرحبا أبو عبد الله وين بتاخذنا اليوم وين بتودينا اليوم هي نبى فطورنا يكون في حدا هالحول إن شاء الله بقعة بتكون جديدة شي فنان يعني من يابك الجنة شو برنامجكم هنا فطوركم مني شالينا ولا هي مني شالينا زين يعني تسلم ما بصورك لا تحاتي اقول لك انت وين ساير وراح ارقد ليش عادة بس الحين هو ساير يرقد ساير يرقد ومعذر علينا كلنا يقول حق ولد اخته والله سر ارقد ليه هذا تو ناس مرقاد ويا ابو ظبي بخير وسهاله وهذا ولد شاب صغير حتى 30 ما وصل زين طالع علي هنا طيب علي انا وانت الحين لازم تقيل 40 هنا صح لا الله اكبر انت لابد من هالرقاد انا ما في هرقاد هذه طلعت عماركم هريستنا ان شاء الله بنفطر عليها في وين في الحاله هاي يسمونها الهريسه اللي عليها بوانا شوف شو قاعد تتقاوت ايوه يا سلام الشر وشريناها الحين خلاص عاده الحين عدد واحد على الله شفاها يلا حط من هالدهنه الطيبه دالو عاده دالو بعد شويه اشوف من وين ايدهن هذا اشوف راوي ايد ايدنا محمد ملك خالد يا سلام بسم الله تبارك الرحمن بسم الله ما شاء الله يلا هاي حق ابوي الشباب هناك يلا هاي الحراره الثانيه هي يزوه بحر الله يقرضون الحصى بسم الله قرطس يوم قرطس منو هذا؟ منو هالرجال الفنان؟ لا ابو محمد سلام عليك هلا والله اي والله هذا في ميكونوس وين انت يلا ابو يلا ورانا الشمس هنا يلا غايته يلا جاهز شوف الزين
شوف الزين شوف الزين ايه حافظ هل انطرشن خالد وين من هنا هي يا سلام عشان بتطلع رجع شديد هل انطرشن انزل طيب بسم الله يا ربي تربوي لا يصويه اللي عسب الشمس ما يعول ويهي غدي اسود صنباخ ما فيه تصنبخ ويهي براي هالنمونة والله يا ربي ما تبار يا سلام يا سلام تان اليوم تان والله لغدي واحد غير نمونة اوجه في الماشي متى هاو ار يو هذا بسم الله هذا ابو دريا ها باي بعد متى باي باي الصبح ما شيء هو هلال كان هو ولا صدق ان شاء الله نطيح الهواء ثلاث بواني بيشتلن الحارث والخالدي وقشمره ثلاث بوانيش ان شاء الله وهناك بوانيش هل دلمه عيال بن غريب عيال بن غريب عيسى هي لا عيالكم بن غريب هناك في دلمه هي عيسى بن غريب هي ما شاء الله الشباب كلهم ان شاء الله تريونا هناك فطورنا في قشة اذا الله راد شو فطور برياني لحم برياني وبعد نكاك هي تمقلي ناسيب تمقلي وناسيب وفريد ايوه فريد هي ولبن لبن في لبن داخل جايب لبن البارحة جيب ركب ركب ثلاثة هي ركب في لبن في حلبه لبن في حلبه اوكي في ما تنسى يا ويلك ان شاء الله لا بن محمد بسنانيره ومياديره وييمته وثلاجات ودنيا ايه الوالديك ان شاء الله جنة النعيم يا من طرشت هالطراد الفنان ابو محمد دوم ادعي حق اللي مطرش لنا هالطراد الله يطول بعمره ويحفظه ويخليه ان شاء الله البركة زاد زين متبارك ابوي هالطراد دو ها اصبر لا تضرب ابوي اصبر خلني بقطع عمري قطع بحر هلال الله يسلمكم يوم 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 يتاخر في الصيد يوم يتاخر في الصيد قالوا لازم خالد يدخل البحر ويغمر عمره بحر او انه لازم يتسبح سبوح بحر قبل ثاني الصيدين ايه هذا عزر هالبحر بعد مدين جديد ابدال جديد بس سوت الدنيا ما شاء الله بشركم انا احب اتوكل على الله واصور لكم في الطريق ولا يوم بنوصل هناك كل حد يبوكم يسمر عادي يوم تدقه الشمس الا انا غادي واحد سنقيس مصلهم بلاكي رقم واحد هي والله من تدقني الشمس لون الساعه فلذاك قالوا صويه ها شوفوا هالصريجه هاللي تحط تشوفونه هذا ابوي عازل عن الحراره واقع عن الشمس يخلي الادمي ابوي اللي يحطه ما يعول من الشمس لو من تلوصه هذا لو تدقك الشمس ما تعول هذا ها الوغاد ليه في الدنيا كلها فيه يا ربي شري متضارب ويا البنغالي ليه في البحر كلهم ولا عرفني يرمس انا ولا واحد يرمس ويا هل بالبحر كل البنغالي ليه في البحر ما يرمس وياهم يا ربي الله اكبر علي هذا توبه ما اقول عنك شيء والله العظيم وقت هذا من القوانين الادمي قبل ما يدخل البحر لازم يبلغ النقطة اللي عدالي يقول انا داش وياي فلان وفلان وفلان فحين هلال يتصل في النقطة ويخبرهم هذا الشيء وايد ضروري اي انسان بيدش البحر قبل ما يدش البحر يتصل بهم وهذا نحن على السيف بعدنا على البحر ايه اسم الطراد الخالدي ايه حافظ اقولكم يا حافظ على اسم الطراد اي حسبتي مبروك ابويا مبروك وين ما يصير ويدعم هاليمه ابدا وين ما يصير يدعم هاليمه تبارك الرحمن
سمت روح اتعبد ابوي على السطاح مره. مبروك وياي من الناس مبروكين. ايه على الله يطول بعمارهم ويخلينا منها مكاينه ودنياها. مكينه يا ابوك ما شاء الله، ها روح اترحب. مكينه 300 الكبار ضخمات. روح 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 روح. ايوه 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 ما شاء الله ما شاء الله. عفت الجلد كما تضرب هي شبعانة هي شبعانة ما تعد سالفة ولا تعفت سبحان الله. وين الطير ناكل اسمك؟ وين الطير؟ شوف لا إله إلا الله. لا شن عد العود هذا الله يحفظكم. هلوه جاي من وين؟ ما ادري شو من البلد جاي. من عود تلهم هل يزيره؟ قال لي لهم ربيعاتن. قال لا تلهم ابوي سيرن ابوي قشة بتستانسن بتقيلن بتعينن من الله خير ولا شيء زود مغته وما شيء حشره وصدعه ولا شيء ديانه. يوم وصلن دون غشه لقطوا ابوي كشاته كشات وناس طالعين رحلة ويطبخون وينفخون وما أدري منو تليفونات ويصورون زاغن. لا لقطن أبوي هاي الباخرة لا يتهني من سنين هاي طبعانة غرقانة ما تعرف شو. قال أبوي لا أنا بغشة ولا أنا بنيابر غشة ولا نسير عند الكشات اللي في غشة. أبوي بني لسنا يومين ثلاثة بنعين من الله خير وبرد وين يينا. إيه يا إيات أبوي من وين؟ من فيلتش من يزر من يزر من يزير من هالكويت جايات منا. قال لا تبي بنسير بنسير برد يوم يا ابوي ما يازت لهن اليزيرة. سمعتني سمعت هاي كلوها العوده منها تقول لربيعات ابوي نحن ما فينا نسير الحاله. هذا ابوي قشه يزيرة قشه ابوي لي فيها البحريه هاي ابوي يقرضون حصه حتى الحصه لا بتلقطون تهملكم شيء ولا شيء. تم ابوي على دريمنا هذا لين احنا ابوي لقطناه برد ابوي بلادنا فيلك هناك بنحصل ابوي السمكان الطيب ولا شيء ولا هني ابوي ما شاء الله عيون ابوي السماميك ما بمخلين لا عومه لا قبقوب ولا شيات ما شاء الله. بنسير ندور دار قفر نلقط فيها ودام فاتشات وعمارهن من فيلك لين هني وصلنا هني ابوي ما لقطن شيء. وحده فيهن عريه وحده فيهن عريه هاي خالتن انتي خوات ولا وامهن ام البنات صاحيه والعريه هاي ام لسانين قالت بتسيرن تود من سيرن ابوي لين اليزير ولقطن شيء تعال خبرني ولا اني انا في هبه اضرب تبه من درام لين اليزير. خبروا خالد ابوي وهو يخبركم. ابوي اخبرك من الحين اقولك انا اي فريج اللوه ما بتلقطن اذنه فريج اللوه ابوي هناك هاي ما بتلقطن ابوي حتى اصفطه. ايش التحرن عايات فيها عيه البقعه عايات فيها عي ما بتلقطن ولا اصفطن. رد وين جيت ان كانت من الخير ولا سير بقعه قفر بتلقطون ودان ولا هالبقعه والله ما تلقطن حتى اصفطن عومه ما تلقطن. سيرن مقصار فيها السمك فيها اللوه فيها كل خير ولا هني ابوي ما تلقطن شيء. تبن ابوي بيصر بيضلوه بيتعادلي كود يا غير ابوي سمك ما بتلقطن ابدا 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 لو تحط فتش في السماء فتش في الارض. ردن ابوي فيلك بتلقطن ابوي بخير هناك عندك ولا سيرن هناك غبه سيرن ابوي وين الغبيب غبه تصير يلا هناك السمكان مكوده. اي نعم حي مره ها توه ما وحالي اصوره وهو ضاربين عليه ما وحالي غرب الله البنغالي ضرب عليه وعقه في الثلاج ها شوفوا غرب الله تهو خاتل غرب الله تمقوى ساكن قلبي غلاهم ابدا ما يرخصون. ها
تبطل خياطه عدم كريتيك. لا لا بتي ان شاء الله وانا على السيف. بيجيبونها العرب، عرب بيجيبونها عيونهم سود. ايه ساكن قلبي غلاهم ابدا ما يرخصون، كيف ابدل سواهم ولهم علي ديون. اي والله مسجل ما نبي مسجل عد، ما فينا طرابلين هالكثر. يلا ميسره عودة صغيرة ما شاء الله. وحدك ولدن بعد أبعادية هو فرش فرش طاز رقم واحد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هي براطمة الله أكبر والخيبة. هي والله أنا أبو ما شاء الله اسمي الاسم بسم الله سمين هليب يا ابو محمد. يا سلام هذا شو يسوون؟ الله اكبر هذا فوقه مكبوس والله عليه. الله اكبر شي غدي يا ابوكم. هذه يبالي عاد بحريه، يبالي يزوى، يبالي على الاقل هاي الاثنين يبالهن ست انفار، ست انفار باثنين التنحية. هي والله طعم طعم ظهره طعم ابو محمد. شوف سنام بالله عليك مكبوس يبالي بالعين. هي الله اكبر مكبوس. لا 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 مكبوس لبادي مشهور. لا 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 لبادي ابدا هميك ابدا مكبوس هميك مكبوس هميك يكون حب تلينه. اي صاروا يلا يذكرهم بالخير عرب. هي والله اكبر هي هاي العجوه يسمونها حيد الاول مدينة زايد واحد يسمونه عتشاوي تحيده والله هلال ما لحقت عليه. الله اكبر والله ما لحقت عليه عتشاوي عتشاوي. هي والله نسيته هنا مات حي اكيد مات. اسمع التاوي اكيد مات. كم عمره اكبر عني انا اكبر عني ويا قوم سلم بدوره. هي والله يا قوم سلم بدوره خرب الله تحب الخلف ما يخلي حد ما يعرف يعرف حتى الجن. ساكن قلبي خلاهم ابدا ما يرخصوا. هذا الربع ما شاء الله حد من دلمه حد من ابو ظبي حد من سويهات ما شاء الله جامعي جامع حين على حبات ريد وسميتشات وحيمات وغريد وغريز اللي الله كاتب لنا. ما زين هالبقعة ما زين الضيوع هذا بانوش بالشنعد. أنا بسمي البانوس بالشنعد ما شاء الله الشنعد أبدا ما يسويها خاطر روح حتر وحريته. شرات هالبقعة بالله عليكم طلع البحر شوفوا لونه شوفوا لون البحر بالله عليك لون الواحد ما يبي يتغبب بيتغبب غصبا عنه بيتغبب غصبا عنه لو ما يبي يتغبب واغمي على البارد ما زين والله يا ابوكم يلبع بارد وفنان فنان 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 اوه اتبع شيء الفسهوري روح يرحب ما شاء الله عليه. ها بغط عمري قطرة ماء يا ربي البحر بارد يا ربي ما زينك يا البحر ما شاء الله علي ما شاء الحمد لله. أقولكم لو ما رتو صويهك والله تغدي صنقاح أسود. خلي أصور ويا الشمس وهذا القمر يا سلام الله شوف المنظر يجنن يجنن يجنن. صور كنتو عيسى مرحبا مرحبا يا سلام. وين راوني راوني الزين وين الزين وين ما شاء الله تبارك الرحمن يا ربي هاي عن حوار. الله اكبر ما شاء الله تبارك الرحمن يا الله يعل عمرك طويل. يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن. ها ما ادري بشو قال ولا زاير طيتو خير طيتو خير
لسه كيف حالك؟ من غريب هاو ار يو؟ شو شيبتك؟ تحيده؟ كأني مالك الشام باليمنى ولا والبصرة باليسرى. هي والله من الأناس والبراد والجو والمكان الفنان المريح. سبحانك يا رب. هذه تصير هاي يوم القشه، هذه تصير. شفتوا يبالها؟ هاي بال تصير. وعقبها اظنه هذا اظني ما ادري كم ميل بحري. ما شاء الله عسلوم الحين خلاص الاقواق. هذا وقت عرض وقت الشعري الحين الاقواق، هذا وقت خطوط الشمس. الشمس تغطي مره الحين انسب وقت للشعري. لكن ما شاء الله الحين عاد رمضان وقت افطار، بنفطر. هذا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ملايين. مرحبا وسهلا. مرحبا 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 من سرت لين جيتوا. هذا الرياش اسمه هذا؟ هذا عبد الله بن خريف المهيري. من مليار والنعم. وانت؟ هذا عتيج بن خريف المهيري. مليارين ونص ولا يسدد. ايش حالك بكيف انت؟ ايش حالك؟ الله يحفظك يعلني افداهم. السلام عليك. انه اخذ العود. هذا ملك البحار والبرار. هذا ابدا الشن عده من تشوفه تختل. الشن عده من تشوفه اختلت ختله. زين. واحد اثنين. ها بعد ابو كان برفع داخل الجيم. كيف صايدينها؟ ها وين؟ وين بترفع؟ طاحت من يدي. عين ابو سنة. يلا شل. لا هو يبي يغسلها. قشه يا قشه قشه يا قشه. هاي قشه يصير يبيض فيها تعادل، يبيض فيها الصر غير ما يبيض فيها اللوه. اللوه يبيض. شوف تقول هناك، شوفوا ناكل بيض، ناكل بيض، بيض الطير. هاي يزيره محميه تبارك الرحمن. وهاي ملاذ للطيور المهاجره من حول لين حول. هذا اللي يزير الحين تنصب صب. هذا الموسم الحين، هذا الحين هذا وقت البيض. تنصب صب من اولها لين اخرها. ملايين الطيور تحت كل هرم من هالمهارم اللي تشوفونهن. المهرام هذاك والمهرام هذا كله يستوي بيض. بيض عشرات الالاف مئات ملايين من البيض. كل هذا موسم عاد الحين. سبحانك يا رب. يا مرحبا ابو خلوف. مليار ولا يسد. مرحبا بالبركه. حي فضل الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. ها هلال شو مطراريد هذا؟ يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. مليار ولا يسد. هلا بكم. هلا وغلا. هلا وغلا. هلا بكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. شو ما زين لها اليمن. متو تعالي جاي. ما شاء الله ما شاء الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. ها أنا بقيم. أنت هدن لقامة علي. وأخوك مرزوق بيصلي بنا على هواك. أبو عبد الله أنت بتصلي بنا اليوم إن شاء الله. حط لك الخير إن شاء الله يا أبو عبد الله. شوف كل حد مساوي. اسمي هسه بقعتن عليها رضوان من الله. ما زينك له والله لا عطش ولا تعب ولا كلف. هذا الراس يسمونه عاده. هذا الراس انظف بقعه في جنتي اللي يزير كلها. هذا اللي يزيره هذا الراس. هذا ما يظهر في شير. هذا ما يظهر في شير ابدا. فلذلك الناس يوم يطلعون كشاته هذا هاي بقعتهم وين يخيمون. هناك كل شير
هناك شيء الطيور ما حد يصير حق ينط الطيور اللي هناك بدل الركشات هذا مكانه هذا أدنى قل والله هذا ابو سياف عيشنا فرع طول حياتنا حتى وهو في امريكا يبلغ هذا حتى وهو في امريكا يبلغ شر كان حد شر هالادمي الله اكبر عليك رمضان 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 ولا بعد ولا لا بتنظل حرام عليك بروح ناقص مسكين ماي ها صلاح انت وين بنياس بنياس وانا اشتراني بك عم بحط عليك انا جهاز تتبع انا ما ادري بك انت وين ها انا خبرتك زين اخير هي حبيبي خلي الدريب اللي يصير البيت الحين السلام عليكم ها سرت البيت بابا انت يروح بيت مالي مال جيب هريس بابا ماما كلام ختيجه ما يروح ما عليه بس الحين انا باين ماما ختيجه كلام بعدين انا ما يروح ماما بس خلي ولي ما في ضروري اذا ماما يريد ما عليه اذا ماما ما يريد ما في ضروري زين بابا شو اخبار الحمد لله زين بابا بس شكرا زين يلا تحمل صلاح بسير ويانا يوم الاحد الشارجه عذرا ترى لي يصير شارج بينونة بتجلس البيت حارس البيت زعله هواك بغيت تسير ويانا زين ما بغيت تسير ما شيء مشكلة برجع بضوي حبيبي بنضوي في الليل برد خلاف برمسك في الليل صلاح عاد الحين قفال افطرنا وعينا من الله خير خلاص كلنا نبغي ركب ما شوه ركب طراده وسار الحين بعد ان شاء الله ابو محمد وين تبابنا ناخذه حاله يابر ان شاء الله جماري ودرنا الحين طارت عماركم غشة متوكلين على الله سارين حاله يابر بنمسي هناك بنور رضا وبنعين الله خير وبنتقهوى وبنت حدك وعندك هدونك والدنيا بطرجه. بن محمد شكرا جزيلا على هالكشت الفنانه كانت رحله تكللت بالنجاح. وفطرنا وكانت سيره جميله. اي والله يحافظ عليهم شباب هالدلمه حافظ عليهم. يلا إلى الآن نأتي لأختام حلقتنا مع من لقاء معكم خلاف عادة هي والله ها؟ قفص وين قفص؟ قفص هاكوها من فك الله من حسك خالدي خالدي هذه من نصيبك يا أبو محمد محمد Where I am now? At home. Where? In the house. Where? صنفت وسريت من عقب أبوي ما عينا من الحالة وعينا من الله خير أبوي توكلت على الله ويت انتي العاصمة وطول الدرب وحده وهنتين لين وصلت بحفظ الله ورعايته وحينا في بيتي وعند علي Good night Good night sir Welcome back Come here I say to the people Good night Good night people